دلوقتي الوصفه الثانيه الرز اللي بالخلطه والكبد والقوانص اللي هو لا غنى عنه في ايام العيد كلها او حتى في الايام العاديه. وصفه سهله وظريفه جدا، هنستخدم فيها كبد وقوانص الفراخ، خطيره. اهم حاجه محتاجين القوانص تكون متقطعه قطع صغيره وتكون مسلوقه، دي افضل حاجه عشان تريحي دماغك والرز كله ما ياخدش وقت معاكي. في حله كده صغيره هنحط القوانص بعد ما نغسلها كويس قوي ونسيبها تستوي، وبعد كده بنشيلها من الشوربه ونقطعها حتت مكعبات صغيره زي اللي معايا في الطبق هنا دي اهو. كل ما تبقى متقطعه كده صغير بعد السليق كل ما تبقى لطيفه جدا في التشويح وتخلص معاكي اوام، وطعمها بيبقى حلو جدا جدا مع الرز. ومعانا طبعا الكبده، كبده الفراخ تمام متقطعه برده مكعبات. فمعانا كده القوانص والكبد. هنحتاج كمان الرز بقى طبعا، رز بسمتي. الكميه اللي انت محتاجاها 3 كوبايات، كوبايتين، 4، حسب ايه العدد بقى وكميه الناس اللي هتاكليهم. انا معايا هنا الرز دولت 4 كوبايات، فدول بقى يعني ممكن يوصل لغايه 8 افراد، من 7 ل 8 افراد ياكلوا الرز الخطير ده. ومعانا كمان بصلايه كبيره حلوه كده مبشوره بشر ناعم، معانا معلقه صلصه، معانا كمان رشه قرفه خفيفه، رشه حبهان برده حاجه خفيفه، ممكن نستخدم ورق اللورا برده بيعمل طعم حلو جدا في الرز. هنعده بس كده هما ورقتين مثلا ولا 3 ورقات علشان بعد ما الرز يستوي نشيلهم من الرز على طول. معانا كمان طبعا قلنا نص كيلو من الكبد ونص كيلو من القوانص المسلوقه المقطعه، فصين من الثوم المفروم، معلقه صغيره من الكمون، معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، ملح وفلفل، رشه شطه خفيفه. هنحتاج طبعا شوربه علشان نسوي بيها الرز. معانا شويه لوز وزبيب، الناس اللي بتحب برضو المكسرات ممكن نحطها مع الرز ده وبيبقى خطير. وبس كده وصفه سهله جدا جدا وحلوه جدا جدا، ان شاء الله تعجبكم. ايه بقى تكنيك الرز؟ هنبتدي بايه وايه وايه؟ اول حاجه خالص هنحطها الزيت طبعا، معلقتين زيت. لو في عايزه تحطي حته سمنه صغيره ممكن تعملي كده، هتدي طعم حلو طبعا، بس انا هعملهم بالزيت. معلقتين كبار كده من الزيت، واول حاجه ننزل بيها هي القوانص. تمام، اول حاجه عايزاها تتشوح. القوانص تاخد لها تشويحه، دي اول خطوه. وهنديها رشة ملح وفلفل، كده محتاجة كده انها ايه تاخد لون حلو. وهبقى محضرة بقى جنبي البصل والثوم وبقية البهارات كلها. انا هستخدم الثوم بس يا دوب فص واحد كبير او فصين على الاكثر يعني، علشان ما يبقاش طعم الثوم باين قوي في الرز. كده انا من الناس اللي بتحب القوانص قوي والقلوب بقى والحاجات دي. وبحب كمان وصفه يخني الكبد والقوانص، عارفينها دي اللي هي كلها بصل دي برضو، ياه بتبقى خطيره. ان شاء الله نعملها مع بعض. وكمان لسان العصفور بالكبد والقوانص، يا سلام والله جعت. كده القوانص تتشوح حلو، تبتدي شكلها هو يتغير، ريحتها كمان طلعت كده. انا بس رشيت لها ملح وفلفل، لسه هنحط بقيه المكونات كده اهو. ننزل بقى ايه بالبصل، وعايزه البصل هو كمان يتشوح كده مع القوانص وياخد كده برضو لون حلو. عايزه اعلي النار اكتر من كده، ايوه. والثوم طبعا ما بحطوش دلوقتي، بستنى عليه لسه شويه. وعايزين نجيب كده البهارات جنبنا برضو، والكبده طبعا كده كده اهو. نحط برضو رشه ملح وفلفل كمان على البصل بعد ما نزلنا البصل كده. كده البصل بصوا دبل خالص. هنقوم نازلين بالكبد، يلا يا كبده كده، يا سلام
بصوا الجمال، الكبد والقوانص دول حاجة خطيرة كده. هتلاقوا الكبد على طول اخدت لون ودخلت في التسوية، ولسه اصلا هنحط الرز بقى والشوربة وكل الكلام ده كله هيستوي اهو. نحط بقى بقية ايه التوابل اللي قلنا عليها، هنحط الكزبرة والكمون، رشة شطة، سبع بهارات، ملح وفلفل تاني، ومعانا كده ايه ورقتين من اللورة اهم. نقلب الكلام الحلو ده، الريحة خطيرة مش قادرة اقول لكم كده. وضروري رشة الشطة دي يا جماعة، يعني ما تسيبوهاش، مش هتخلي الرز حراق ولا حاجة، هتديله كده ايه طعم كده من بعيد، في لسعة حرقان خفيفة جميل، يعني رز حلو كده حرش كده مش يبقى حراق كده. ريحة التوابل مع الكبد والقوانص خطيرة. دلوقتي بقى هحط الثوم، وعايزة أشم ريحة الثوم كده. أول ما أشم ريحة الثوم هنقوم حاطين الصلصة اللي هي معجون صلصة الطماطم، وبعد كده الرز، وبعدين الشوربة. أنا كده شميت ريحة الثوم، يا سلام، معجون صلصة الطماطم أهو. الريحة عالمية بقى، مش قادرة أقول لكم بقى. هو الرز ده لطيف لو في حالة إن محدش ليه في اللحمة بقى ومحدش عايز ياكل لحمة، فالرز ده هيتاكل ويبقى لطيف، وكمان الناس اللي بتحب اللحمة هيبقى الرز ده طبق جانبي مع الأكل حلو أوي كده أهو. يا أستاذة نهى، طبعا ممكن نستغنى عن الكبد والقوانص بتاعة الفراخ ونستبدلها بالكبدة الكندوز عادي خالص، نعمل نفس اللي احنا عملناه ده، بس مش هيبقى فيه قوانص بقى، بس كده. ماشي يا استاذه نهى اهو. نحط بقى الرز، نقلب، يا عيني الرز بقى طبعا ايه بياخد من لون الكبد والقوانص وبيبقى بني كده. محتاجه اقلب انا الرز كويس قوي علشان الزيت اللي احنا حطيناه في الاول وشوحنا بيه كل الكلام ده يغلف لنا الرز برضو، الرز يطلع معاكي مفلفل. ومعانا بقى الشوربه، شوربه لحمه او شوربه فراخ، الشوربه اللي عندك براحتك، وتكون سخنه طبعا، وهنغطي بيها خالص كل كميه الرز. قلب بقى كده، محتاجين بقى الرز طبعا يتشرب، بعد ما يتشرب خالص هنهدي النار عليه ونسيبه لمدة ربع ساعة على نار هادية لغاية ما نلاقي الرز استوى. لو حسيتي ان الرز البسمتي لسه بيقرش ومحتاج لسه يكمل تسوية، زودي كمان نص كوباية شوربة وبس. وبس كده خلصنا الرز الخطير، معانا شوية مكسرات زي ما قلتلكوا، ممكن شوية لوز كده تحمريهم في ندعة سمنة، فاهمين، مع زبيب، ويتحط على وش الرز وقت التقديم، خطير. واحنا عاملين احنا عاملين الرز اهو، مش قادره اقول لكم ايه، جنان تحفه. عايزه كمان تبقي عامله شويه مثلا، بدل ما انا حطيت كل كميه الكبده اللي معايا في الرز، لو عايزه تسيبي منهم حبه صغيرين كده في طاسه لوحدهم عشان تزيني بيهم الطبق زي ما احنا عاملين كده، ممكن تعملي كده، وهتتشوح الكبده وهي متقطعه مكعبات في برضه حته سمنه وحته زيت ورشه كمون وملح وفلفل ورشة شطه خفيفه قوي، واقعدي كده قلبي في الكبده، تقدري بقى تزيني بيها مع اللوز مع الزبيب حوالين الرز غير الكبده اللي جوه الرز. بس وصفه سهله جدا جدا وطعمه جميل، وهينفعنا قوي في العيد ان شاء الله.